السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا رب تكونوا بخير وأهلا وسهلا بكم في Lecture 1، المحاضرة الأولى من أساسيات الطب الـ Foundation of Medicine، المرحلة الأولى جامعة بابل. بداية أنا دكتور عبد الخالق عقيل، محاضر لأغلب مواد كورسات كليات المجموعة الطبية عبر منصة الأونلاين ولمئات الطلبة. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية. أساسيات الطب، المحاضرة اللي راح ناخذها اليوم يعني هي Just Advice أقول the foundation of medicine، فقط نصائح. راح نتعلم ماذا تعني كلمة دكتور، شلون راح نتعامل ويا ال patient، شلون راح نتعامل ويا المجتمع، ويا أهلنا، أصدقائنا، الناس اللي تعرفنا، شنو ال precautions اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار، يعني احتياطات اللي أيضا لازم نتوخاها، وإلى آخره. it's on هذه الأمور. فبالسلايد الأول هنا أنا بعدي دي يسأل، دي يقول what does it mean to be a doctor، يعني ماذا تعني كلمة دكتور بالنسبة إليك. بالسلايدات القادمة راح يبدي تبعا يجاوب على هذا السؤال. زين، نازل هنا جوا دي يقول don't let your dreams just be dreams، يعني لا تترك حلمك فقط ابقى أحلم، يعني هذه مجرد أيضا نصيحة عند النصائح. نازل جوا قايل I never dreamed about success, I work for it، يعني أنا مو فقط أحلم، لا وإنما أني دا أشتغل على هذا الحلم مالتي. زين، هنا هذا جواب السؤال الأول اللي هو is being a doctor means، يعني معنى كلمة دكتور أو كلمة دكتور تعني أنه for a person to be a doctor، الشخص اللي يكون طبيب. هنا دا يجاوب يقول which means that he be messenger of humanity for all societies، يعني الطبيب حيكون رسول، رسول الإنسانية لكل المجتمعات، for all societies. هنا دا يقول and that he be a doctor means that he has the ability to plant a hobby in the souls of those who treat، يعني أنه أن يكون الطبيب عند القدرة الability to plant a hobby، حتى يزرع الأمل في نفوس الأشخاص اللي دي يعالجهم. تمام، فيعني الطبيب أو كلمة طبيب تعني ال person، الشخص اللي راح يكون رسول للإنسانية، أوكي، ولكل المجتمعات. وأيضا الطبيب يعني أنه الشخص اللي عنده القدرة أنه يزرع الأمل في أرواح الأشخاص اللي دي يعالجهم. زين، هنا أيضاً دي يقول being a doctor requires completion of undergraduate degree، يعني كطبيب تحتاج أنه تكمل درجة البكالوريوس، okay، required تحتاج completion إكمال of an undergraduate degree، تكمل درجة البكالوريوس، وأيضاً and high marks during the secondary school final exam، يعني أيضا أنه تحصل درجات عالية بالدراسة الإعدادية، الدراسة الإعدادية، حتى تأهلك أنه تدخل مجموعة طبية اللي هو الطب العام طبعا. وبالتالي بعد ما تدخل الطب العام أكيد 6 سنوات من بعدها نان required completion of an undergraduate degree، تحصل على شهادة البكالوريوس، بعدها النوبة يعني officially حتكون طبيب. تمام، to be a doctor this means that you have reached this level with effort، يعني معناته أن تكون طبيب هذا معناته أنه أنت قد وصلت إلى مستوى بذلت بي effort، يعني جهد، وأيضا exhaustion يعني إرهاق، وأيضا on the harvest of the days of the school years، وأيضا هو حصاد سنوات من الدراسة والتعب، on the harvest يعني حصاد من الدراسة اليومية، وأيضا الشهادة الإكزوستشن، وأيضا الجهد اللي هو الإيفورت. زين، وهذه كلها معاني كلمة الدكتور. زين، to be a good doctor you should have the combination of passion and moral interest and knowledge found in no other profession، يعني حتى تكون طبيب جيد هنا يجب أن تكون عندك مزيج combination of passion، مزيج من الشغف، and moral interest يعني المصالح الأخلاقية، وأيضا
And knowledge found in no other profession, يعني معناته أن تكون عندك معلومات موجودة بأي مهنة أخرى. Wherever the art of medicine is loved, there is also the level of the humanity. يعني أنه تحب فن الطب وبالتالي حب للهيومانيتي. يعني حضرتك الآن لما تدخل للمجموعة الطبية، اختصاص الطب العام أو طب الأسنان أو whatever من اختصاص طبية، فهنا أنت تدخلها بحب، فهنا أيضا يعني كأنما أنت دا تحب الإنسانية أو دا تنطي حب للإنسانية ودا تمثل الإنسانية. وأنت بالأحرى بالبداية ذكرنا أنه حتكون رسول للإنسانية. It means that you hide your grief behind a proud smile that may give some hope to a patient drowning in his grief. يعني أيضا أنه تكون دكتور، هذا يعني أنه أنت راح تخفي حزنك. Okay, behind a broad smile، يعني وراء ابتسامة عريضة. وبالتالي that may give some hope to patient، هذا راح ينطي أمل للpatient، للمريض اللي هو already drowning in his grief، اللي هو أيضا غارق بحزن وغارق بمأساة وغارق بمشاكله. زين زين، هنا أنا أقول it means that you spend years between books and paint means that loneliness is your companion. يعني أكيد الدكتور راح يقضي spend years، يقضي سنوات بين الكتب، between books and pains، بين الكتب وأيضا الألم. وأيضا هذا يعني أنه راح يكون وحيد. زين، loneliness، وهذه الوحدة، هذه is your companion، هي اللي راح تكون رفيق. You are absent in pictures of your family، يعني راح تكون غائب عن أغلب الصور اللي تلتقطها عائلتك. زين، أغلب صور عائلتك أنت ما راح تكون موجود بيها. ليش؟ لأنه أنت بالدوام، أو لأنه أنت مثلا عندك خفارة. It's okay. So you can hardly see them. Any who sleep there alone far away. يعني معناته أنه بالكاد أنه تقدر تشوفهم. زين، وأنت نايم بعيدا عنهم. So you can hardly see them. Any who sleep there alone far away. بالتالي بالكاد أنه تقدر تشوفهم لو أنت نايم بعيدا عنهم. يعني أوكي، بين قوسين إلا بأحلامك إلا تقدر يعني تستذكرهم، لأنه أثناء العمل أكيد يعني راح يكون بالك مشغول ويعني غارق بالعمل. ف for everything that you means that you put yourself, your family and your private life in the second place. هذا يعني أنه أنت أن تكون دكتور، يعني أنه everything، أي شيء، مثلا yourself، نفسك، your family، عائلتك، and your private life، أيضا حياتك الخاصة، حياتك الشخصية، هذه حتكون بالمرتبة الثانية، in the second place. Okay, because the patient inevitably is in the first place، لأنه ال patient، المريض، هذا راح يكون بالمرتبة الأولى. And you must control the time with what you can find in the balance. وهنا أنت لازم تسوي كنترول، تسيستم، ترتب وضعك وتنظمه. زين، تنظم وقتك، what you can find in the balance، وكأنما شلون الميزان. اوكي، زين، هنا عندنا ايضا بعد respect people، اكيد احترام الناس، healthy or ill، يعني سواء كانوا اصحاء او سواء كانوا مرضى. هنا الاحترام هو في شيء واجب، سواء كان الانسان الطبيعي normal أو الأل اللي هو patient. طبعا أيضا regardless of who they are support patient and their loved ones when and where they are needed. يعني بغض النظر عن هويتهم، بغض النظر عن انتمائهم، بغض النظر عن حبهم وإلى آخره من هذه الاعتقادات. وبالتالي يعني احترامه لكونه هو إنسان فقط. أيضا هنا promote health as well as treat disease، يعني نحاول أنه نعزز الصحة وبالتالي treat disease، يعني نعالج المرض. وأيضا هنا embrace the power of information and communication technologies
to support people with the best available information. يعني حاول أنه تكون على اطلاع بكل الانفورميشن المعلومات، وأيضا أن تكون بكوميونيكيشن باتصالات أو ارتباط ويا جميع التكنولوجيز، يعني التقنيات الحديثة اللي دا تنطرح. بالتالي هذه كلها to support حتى تدعم الأشخاص، وأيضا with the best available information تعطيهم أفضل المعلومات المتاحة. يعني الطبيب يعني مو فقط لما يتخرج وبعدها خلص يعني عليك شهادته على أساس أنه هو بكالوريوس طب وجراح عام وانتهى الموضوع، لا، وإنما سنوات الدراسة راح تستمر حتى post graduated، حتى يعني أثناء ما هو اختصاص أيضا يبقى always بأبديت بأبديت زين للمعلومات. أيضا هنا أنا always ask courteous question، أو دائما تسأل أسئلة مهذبة، وهذه كلش راح تفيدنا. هذا السلايد بالأخص أنا شفت أنه راح يفيدنا بالهيستوري، ناخذ هيستوري إن شاء الله، يعني تاريخ مرضي من patient معين بالمستشفى. فبالتالي هذا يعني هنا هاي معلومات جدا جدا مهمة، زين راح تلاقيها موجودة حتى هناك. فبالتالي always ask courteous question، اسأل أسئلة مهذبة للأشخاص المرضى، زين، وحتى الناس العاديين، لكن احنا دا نحكي حاليا كميديكال فيلد. أيضا let people talk، خلي الناس يحكون يتكلمون على راحتهم من دون أن نقاطعهم. listen to them carefully، واستمع لهم بعناية، زين. give any biased advice، وأيضا انطي فد نصائح، نصائح عادلة أو نصائح يعني لطيفة بحيث ما تجرح طرف من الأطراف. وأيضا let people participate actively in all decisions related to their health and healthcare، وأيضا خلي الناس يعني اللي تتحدث وياك تشارك نشاطاتها وتشارك أيضا كل القرارات اللي هم اتخذوها بخصوص صحتهم وأيضا بخصوص الرعاية الصحية. تمام، يعني مثلا قاعد يحكي انه انا رحت لفلان طبيب سويت كذا عمليه سويت، لا تقاطعه، تقول له انه اوكي ما لك علاقه بذاك الطبيب، تحكي عنه تحكي كذا، اوكي، فخليه يحكي براحته، يعني لا تحسسه انه هو ده يحكي فد شيء غلط، يعني حتى بالتالي ما يبالغ ولا يزود ولا ينقص بالكلام، يحكي الكلام مثل ما هو. زين، ايضا assess each situation carefully، قيم كل موقف ده يصير وياه بعناية and help whatever the situation، وساعده بكل موقف هو يعني راح يكون بيه. أيضا use evidence as a tool، استخدم هاي الأدلة اللي هو ده يحكي لك إياها situation المواقف اللي صارت بيه كأدلة، not as a determinant of practice، ومو يعني نستخدمها كمحدد أو كشيء حتمي إنه على أساس راح مقرر الدايجنوسيس، على أساس نشخص، أوكي، فقط يعني كلها مجموعة أدلة، دليل منها دليل منها دليل منها معلومة منها معلومة منها، فبالتالي تجمع عندي معلومات، بالتالي تتجمع عندي مجموعة معلومات، وهذه مجموعة المعلومات منها راح أستخلص المفيد، راح أستخلص الدايجنوسيس، أوكي. أيضا هامبلي أكسبت death as an important part of life، وأيضا خلي عندك تقبل للموت، زين، باعتبار أنه هو جزء كلش مهم من الحياة، واعتبارك أنت طبيب راح تواجه هواية حالات، يعني راح تسمع هواية حالات عن موت عن كذا، زين، فخلي handle accept، يعني قبل بسهولة هذه كل هذه الأمور، زين. أيضا and help people make the best possible arrangement when death is close، أيضا حاول أنه يعني لما تريد تقول للشخص أنه مثلا كذا شخص مات، هذا شخص قريب عليه أو يعني أحد أقاربه عائلته، حاول أنه تحضر للموضوع، حاول أنه يعني تفكر شلون الطريقة المناسبة حتى تطرح عليهم هذا الخبر. فبالتالي make best make best possible arrangement، يعني اصنع افضل طريقة ممكن او افضل ترتيب ممكن
when the death is close، يعني لما الموت يقترب، تمام. وأيضا work cooperatively with other member of healthcare team، be proactive advocates for their patient. وأيضا اشتغل يعني يد بيد cooperatively، يد بيد أو بالتعاون مع ال other member، الأعضاء الآخرين اللي موجودين بال healthcare team، اللي هو فريق الرعاية الصحية اللي يشتغلون وياك، من الممرضين، المخدرين، من أشعة سونار، من إلى آخره، تمام. أيضا be proactive advocate for their patient، وكون أنت الشخص الأول النشط دائما، واللي ينطي النصائح دائما زين دي البيشنت، كون أنت بالمقدمة دائما، تمام. ومو بس هذا، حاول أنه أيضا تكون mentors for other health professionals، حاول أنه تكون موجه لبقية المهن الصحية أو بقية الممبرز، الأعضاء اللي موجودين وياك زين بال المهن الصحية اللي هي الـ healthcare team، okay؟ and ready to learn from others، وكون مستعد أنه تتعلم من الآخرين، باعتبار أنه أنت طبيب، خلاص هاي يعني فقط الناس تتعلم من عندك، وأنت ما يصير تتعلم من الناس، لا، هذا الشيء أكيد أنا وأنت كل زين نعرف أنه من أصغر شخص ممكن أنه نتعلم في شغلة إحنا ما نعرفها، بالتالي regardless of their age، بغض النظر عن العمر، الرول، الدور مالته هو شنو دوره، أو ال status، الحالة مالته، أوكي؟ زين، هنا أنا they يقول a good doctor is not only one who cures the most because in many specialties recovery is not frequent outcome، يعني هنا أنا الطبيب الناجح هو مو اللي يعالج حالات أكثر، is not one who cures the most، مو اللي يعالج حالات أكثر، وإنما because in many specialties recovery is not frequent outcome، لأنه في العديد من الاختصاصات هنا recovery يعني العلاج is not frequent outcome، ما يكون نتيجة متكررة. يعني مثلا يجي شخص عنده فيفر، هنا الفيفر اللي متعودين انه يا اما نعطي بنادول، يا اما نعطي اموكسيدين، يا اما نعطي باراسيتامول، يعني نفس الافكت، اوكي؟ فبالتالي اذا يكون يعني خافضات للحراره، زين، فهنا احيانا تكون الفيفر هي سكندري. سكندري يعني معناته انه اكو فد برايمري كوزز، يعني سبب رئيسي او يعني سبب اولي لحصول الفيفر، مثلا عندنا تروما، انفكشن، انفلاميشن، زين، ذن يكون هن انفكشن عدوى، انفلاميشن هو التهاب، وايضا ميبي انه تروما، زين، صدمه او ضربه، فهذا كله يؤدي الى فتح حاله سكندري اللي هي الفيفر. فانت اوكي تعالج الفيفر، لكن البرايمري كوزز، السبب الرئيسي، ما عالجته، فبالتالي ميبي انه الفيفر ايضا ترجع تظهر من جديد. فبالتالي هنا اغلب الحالات، وهذا مثال طبعا، وعدنا الحالات كثيره جدا انه اغلب الاختصاصات بها في حالات يعني ما يمكن العلاج بالطرق الاعتياديه يعني اللي احنا نعرفها والشائعه، اوكي؟ هنا راجع ايضا يقول it is not only one who makes the best diagnosis، يعني العلاج زين ما يقتصر على الشخص اللي دائما يقدم افضل تشخيص. يعني احيانا بعض الاشخاص، بعض الاطباء يقدمون تشخيصات كلش حلوه، علاجات هوايه وامراض هوايه، زين، لكن هذا وحده غير كافي، because in many cases، باغلب الحالات هنا of self limited تكون محدده or incurable. incurable يعني امراض مستعصيه او امراض عضال لا يمكن علاجها، تفهم علي؟ فحتى ذول الاشخاص، حتى ذول الاطباء اللي هم make the best diagnosis، ده ينطون أفضل تشخيص، هنا بعض الحالات، زين، والعديد من الحالات هنا تكون self-limited، يعني المرض هنا يكون محدد ويكون incurable، عضال غير قابل، علما غير قابل للعلاج، زين، incurable disorder، يعني اضطراب غير قابل للعلاج. فهنا the precise and timely diagnosis does not make a great difference for patients، يعني هنا the precise and timely diagnosis، يعني التشخيص الدقيق، وأيضا timely diagnosis اللي هو التشخيص بالوقت المناسب. أحيانا بعض الأمراض تحتاج إنه نشخصها بالبداية، مثلا عندنا الكانسر، أكيد الكانسر كل إحنا سامعين بيه، اللي هو طبعا السرطان، زين، شافانا الله وإياكم من عنده وأبعدنا عنه. الكانسر
اذا معالج تبي البدايه، بدايه ظهوره زين، وهنا لازم نسوي فحوصات بالبدايه زين. هنا ما راح يعني اذا وصل مثلا ليت ستيج، مراحل متاخره، يعني يكون صعب العلاج مالته زين. ففشل ممكن نخسر هوايه اشياء، يكون هواية سايد افكت تطلع عندنا اعراض جانبيه تمام. فهنا ذا بريسايز التشخيص الدقيق، وايضا التايملي دايجنوسيس يعني التشخيص بالوقت المناسب. في بعض الامراض مثل الكانسر مثلا، اوكي هذا فعال وافكتيف تمام، لكن في بعض الامراض اللي هي السيلف ليمتد المحدده، وايضا الانكيوريبل ديس اوردر اضطرابات اللي هي العضال الغير قابل للعلاج، هنا لا التشخيص الدقيق اللي هو البرسايز دايجنوسيس ولا التايملي دايجنوسيس ايضا التشخيص بالوقت المناسب، لان كلهن داز نوت ميك جريت ديفرنس فور ذا بيشنت، يعني ما يسون او ما يحدثن اي فرق جريت ديفرنس، فرق كبير for the patient. Okay. أيضا it is not only one who knows more scientific facts, because in medical science ignorance is still rampant in several diseases. يعني هنا ليس فقط الأشخاص اللي هم يعرفون المزيد من الحقائق العلمية. It is not only one who know more scientific facts. مو الاشخاص اللي الاطباء اللي يعرفون حقائق علميه هوايه هم الاطباء اللي ممكن انهم يوصلون للبست دايجنوسيس والبست تريتمنت ايضا. ليش؟ لانه بيكوز ان ميديكال ساينس هنا ignorance هنا از ستيل rampant in several disease، يعني العديد من الامراض هنا احنا نجهل العلاج مالتها، وبالتالي ما نقدر نعالجها حتى وان كان هذا الطبيب يمتلك العديد من الحقائق العلميه. بعد زين نكمل هنا. It is not only one who is gentle and compassionate and honest with the patient, because these qualities are often insufficient for an effective medical course of action. يعني الطبيب اللي يكون جنتل، يعني يكون لطيف واللي يكون حنون واللي يكون هونست محبوب زين من قبل البيشنت، هنا يعني هذا غير كافي. اوكي دي يقول لك هنا often insufficient، يعني غير كافي لعلاج المرض، وبالتالي ما تنطي مسار طبي فعال او يعني دايجنوس صحيح، وانما نحتاج انه يكون هذا الطبيب يمتلك ساينتفك فاكت، حقائق علميه، وايضا الامور الثانويه اللي هي ايضا يعني تعتبر شيء يعني اساسي بعلاج المرض، اللي هو انه يكون جنتل محبوب او كومباشنيت زين، ايضا يعني يكون ودود وهونست زين محبوب ولطيف من قبل البيشنت. اوكي هاي الامور يعني هي ايضا لها افكت، يعني إلها تأثير، لكن هي مو البيسك، هي الرئيسية، هي الأساس زين للإفكتيف ميديكال كورس أوف أكشن، يعني المسار الطبي فعال. أوكي It is not only one who discover a new fact or treatment, because nowadays new information is only small fraction of knowledge to be inserted in the numerous puzzle of biomedical ريسيرش. يعني انه مو فقط الطبيب اللي يكتشف حقيقه علميه او ينطي فد علاج جديد، يكتشف علاج جديد زين، هذا يعني الطبيب اللي ممكن انه يعالج اغلب الحالات واغلب الامراض، وانما المعلومات صراحه هي دائما في حاله ابديت، واللي الاكتشافات اللي اذا تدخل هذه اونلي سمول فراكشن، في جزء كلش بسيط من هذه النولج، من هذه المعرفه، تو بي انسرتد، تدخل لنيومرس بازل اوف بايوميديكال ريسيرش. يعني اذا تبقى الغاز هوايه، اذا تبقى هوايه يعني حالات لحد الان اجزاء بسيطه يعني احنا نعرف عنها، والجزء الكبير لحد الان ما نعرفه. زين Other professionals can be judged by their end result. يعني بقية الاختصاصات الأخرى أو المهنيين الآخرين نقدر نحكم عليهم can be judged، نقدر نحكم عليهم by end result. Okay. يعني بنهاية نتائج مالتهم أو نهاية عملهم. زين. But a doctor can be defined as good only when he or she has as many as possible of the above attributes. Attributes اللي هي يعني نقدر انه نحكم او نعرف الطبيب على انه هذا الطبيب جيد، هذا الطبيب علاجه صحيح وشغله مضبوط، من خلال انه يمتلك كل الصفات اللي ذكرناها فوق السلايدات اعلى تمام. زين above the attributes. زين
A good doctor is simultaneously learned, honest, kind, humble, enthusiastic, optimistic, and efficient. يعني الطبيب الجيد هو اللي طبعا simultaneously learned، اللي يتعلم تلقائيا واللي دائما في حالة تعلم، في حالة update. أيضا honest لطيف، وأيضا kind ودود، humble متواضع، وأيضا enthusiastic. enthusiastic يعني متحمس للعمل، و optimistic متفائل، و efficient فعال. وكل هذه الصفات يعني هي صفات ال good doctor. He or she inspires total confidence in patient and daily renews the magical relationship. يعني هو أو هي يمنح دائما الـ total confidence، الثقة الكاملة للـ patient، ينطيه ثقة نفسه، ينطيه ثقة أنه هو راح يتعالج. And daily renews the magical relationship، وأيضا يجدد العلاقة السحرية بين الطبيب وبين الـ patient والمريض. That by itself constitute good treatment، بواسطة أنه ينطي الـ good treatment، العلاج المناسب والعلاج الفعال. For any kind of element and best starting، وأيضا أي نوع من أنواع الأمراض، وأيضا ينطي أفضل بداية، أوكي، أفضل انطلاقة لمواجهة أي نوع من البين، الألم، وأيضا السفرينج، المعاناة اللي بيعاني من عتها. زين، هنا أيضا trying is better than crying. trying اللي هي المحاولة، هنا better أفضل من crying اللي هو البكاء. يعني هذه أيضا بعض النصائح. زين، many actions may be strange to others could be normal to doctors. مثلا هنا أغلب الحالات اللي تكون غريبة للأشخاص الطبيعيين، هنا تكون نورمال، طبيعية جدا بالنسبة للدكتور. مثالها إنه studying for as many hours in days هذه was normal، يعني تدرس لساعات طويلة، أوكي، فهنا هذه نورمال بالنسبة للدكتور، أوكي، لكن هي strange بالنسبة لل الأوثرز اللي هم الأشخاص الطبيعيين، الأشخاص الآخرين، تمام؟ أيضا attending to emergencies on midnight or festival was normal. مثلا العناية للأشخاص اللي يجون للطوارئ، تمام؟ on the midnight يعني منتصف الليل، أو الفستيفال اللي هي الفستيفال المهرجانات والأشياء اللي تقام، أوكي؟ هذه هنا يعني العناية هذول الأشخاص اللي يجون للإمرجنسيز بنص منتصف الليل، هذا كله نورمال، طبيعي بالنسبة للدكتور، تمام. missing out on weddings and family get togethers was normal. أيضا الغياب عن أغلب الودينجز، الاحتفالات وحفلات الزفاف العائلية، هذه كلها نورمال بالنسبة للدكتور، اوكي. حتى الهوليديز، عطلة نهاية الأسبوع، زين، هذه spent in wards، اوكي، ويقضيها بالمستشفى maybe، بينما الناس الآخرين لا، maybe انه حفلات الزفاف، الحفلات العائلية، لا تشوفه موجود، لا تلاقيهم موجودين، بينما الدكتور لا، يكون غائب عن أغلب هذني الأشياء العائلية. زين، cleaning up stinking past felt wounds was normal. أيضا تنظيف الجروح وتنظيف البص اللي هو القيح النتن جدا اللي دا يطلع من المصابين، زين، وأيضا البيشنت المرضى، وأيضا الجروح هذه كلها تنظيفها، هذه was normal بالنسبة للدكتور، بينما هي يعني أكيد على غير طبيعية، مو كل شخص يسويها، أوكي. Yet life became more and more interesting and satisfying as challenged. الآن أصبحت الحياة، حياة الطبيب، more interesting، زين، أصبحت بالنسبة إلى ممتعة، وأصبحت تمثل satisfying as challenged، أصبحت تمثل تحدي بالنسبة إلى، زين، thrown by disease were overcome with sheer hard work and grit، زين، بسبب المرض اللي تم التغلب عليه بالعمل الجاد وأيضا بالمثابرة، وهذه كلها طبعا من صفات الدكتور، مو النورمال بيرسون. زين، there is nothing wrong with hardship, effort and study, but this branch, none in which you discover the power, wisdom and miracles of God Almighty.
of God Almighty. يعني طبعا ماكو حرج, is nothing wrong, ماكو غلط. زين, with hardship اللي هي طبعا المشقة, effort الجهد, وأيضا ال study الدراسة, ماكو أي مشكلة, ماكو أي غلط. But in this branch in which you discover, هنا بهذا الفرع, بهذه الدراسة, بهذا التخصص اللي هو الطب, هنا you discover, راح تكتشف the power, القوة, and wisdom, الحكمة, وأيضا miracles, حتى المعجزات. The end of God Almighty, Almighty, الله سبحانه وتعالى, معجزات الله سبحانه وتعالى. زين, شلون هذه راح تشوفها, تكتشفها من خلال as this complex human body and these structures and creations very impressive and confusing. يعني كمثال هذا الهيكل أو جسم الإنسان المعقد, زين, بالتركيب in its structures, تركيبه, وأيضا ال creations مالته, البنية, وأيضا is very impressive, كلش مربك, كلش معقد, and confusing, أيضا مربك. And when you discover only particle for this body, متى ما تكتشف فد جزيء أو فد جزء كلش بسيط من هذا الجسم, here you will be aware that you did not create in vain, إنه هذا you will be aware, إنه أنت راح تتيقن وتتأكد that you did not create in vain, لم يخلق هذا الإنسان عبثا, you will know the value of this person, أنا راح تكتشف قيمة هذا الإنسان. Okay, to be good at doctor you should ايضا بعدنا continue mastering gathering all these features, راح نجمع كل هذه المميزات in some and have all in the same time, not one or more of the separately. يعني هنا بعد نهايه هذه السلايدات كليتها والمعلومات اللي اخذناها, هنا هذه الفيتشرز, هذه المميزات اللي حكينا عنها فوق, كلها راح نجمعها, نسوي لها gathering all these features, راح نجمع كل هاي المميزات in sum, وراح نعطيك الخلاصة, تمام, and have all in the same time, راح نعطيكها كلها زين في وقت واحد, not one or more of it separately, ما راح نعطيكها بشكل منفصل, معلومة معلومة, مميزة مميزة, لا, وإنما راح نجمع لك إياها كلها, راح نعطيك الخلاصة. الخلاصة تقول إنه finally we want doctor to have a balanced life and to care for themselves and their families as well as for others. يعني معناته انه احنا نريد نكون الدكتورز تكون حياته متوازنه, balanced life, وايضا ان يعتني بنفسه, okay, care for themselves, يعتني بنفسه, وايضا يعتني بعائلته وبقيه الاشخاص اللي موجودين بحياته, تمام. وايضا we want doctor to be happy and healthy, نريد أن يكون الأطباء سعيدين وأيضا healthy, صحيين, أيضا caring and competent, يعني معناته أنه يكون يتمتعون بال caring, الرعاية, وأيضا ال competent اللي هي الكفاءة, and good travel companion for people through the journey we call the life, okay, يعني أن يكونوا رفقاء سفر جيدين, good travel companion for people, رفقاء سفر جيدين, through the journey, من خلال رحلة, هذه الرحلة نسميها رحلة الحياة, okay, أن يكونوا رفقاء جيدين, ناس خيرين وطيبين لبعضهم, زين, خلال رحلة الحياة, okay. هنا before we start, where are we, يعني قبل لا نبدي إحنا وين, طبعا احنا اللي هي هذه السيركل, هذه الدائره اللي تمثل الدكتور اللي هو احنا, اوكي, احنا كل احنا ندور مجموعه دوائر, اوكي, داير مداير, دائره كلش كبيره اللي هي دائره البيشنت, المريض, اوكي, احنا مجموعه اشخاص, مجموعه افراد زين بمختلف المسميات, كلهم يعتنون بشخص واحد او بشخصيه واحده اللي هي شخصيه المريض, patient. الدكتورز هو واحد من أهم هذه الدوائر اللي موجودة, واحد من أهم الشخصيات اللي موجودة اللي تدور داير من داير شخصية البيشنت, أوكي؟ وأيضا بعد ويانا أكيد شخصيات أخرى اللي هي شخصية النيرز, الممرضين, وأيضا السوشيال وركر اللي هنا العمال الاجتماعيين اللي موجودين, وأيضا اللاب اكس راي هي مختبرات الأشعة, والشخصيات اللي موجودة بيها اللي هم طبعا الجماعة الأشعة والسونار وغيرها من السبديفيجن, أوكي, اللي هي النيرز, الممرضين, والتحليلات, المحللين وغيرها, أوكي.
أيضا عندنا المانجر اللي هم الإداريين اللي يمشون الأمور الإدارية اللي كلها من شأنها أنه تسهل عمل الدكتور، وأيضا تسهل عمل بعضها كلهم دا يشتغلون كأنما وحدة واحدة. زين شلون السنسيشيوم؟ السنسيشيوم فد مصطلح موجود بالمصل اوف ذا هارت اللي هي المايوكارديوم، سنسيشيوم وكأنما ألياف عضلية دا تشتغل كأنما وحدة واحدة، وبالتالي تخلي القلب simultaneously يعني يشتغل simultaneously work. okay. هنا أيضا عندنا الهيلث educator اللي هم المثقفين الصحيين زين والاستشاريين وغيرها. فإحنا كدكتورز أوكي موجودين بين مجموعة من الشخصيات، إحنا يعني ندور بمجتمع كامل زين بعيدا عن المجتمع الاكسترنال انفايرمنت اللي هي البيئة الخارجية، بيئتك أنت، بيئة أصدقائك، عائلتك، ناسك، أقاربك، العالم الخارجي. أكو بيئة ثانية أنت دا تعيش بها اللي هي هاي البيئة، والكل هدفها بما فيها الدكتور أنه رعاية البيشنت وبالتالي الحفاظ على حياته. زين هنا الدكتورز are not the focus on the health care، يعني الدكتور ما يركز فقط على الرعاية الصحية وإنما يركز على أنه شلون يتعامل ويا المجتمع ويشتغل وياهم وكأنما وحدة واحدة. زين بالشكل هذا. نانا أيضا صورة كلش لطيفة وحلوة عجبتني صراحة، اللي هي the distance between your dreams and reality is called the action، يعني المسافة بين حلمك وبين الواقع مالتك الرياليتي هي الأكشن، هي العمل. هو أنت شلون تشتغل؟ إذا كان العمل مالتك hard، عملك متقن وصحيح، فبالتالي هنا the distance between your dreams، مسافة بين حلمك وبين الواقع مالتك، حتكون مختصرة، حتكون مليئة بالحب، وتكون مليئة بالسعادة، وتكون مسافة كلش ممتعة ورحلة حياة جدا لطيفة. تمام. أما إذا كان الأكشن يعني مش ولا بد، فبالتالي العمل يعني عملك مو بالمستوى المطلوب، فهنا هذه ديستانس بين حلمك وبين واقعك هتكون جدا صعبة، مليئة بالصعوبات، مليئة بالمآسي. أوكي، سواء كنت تشتغل بجد، سواء تشتغل بكسل، أنت بعد هذا مليئة بالصعوبات، لكن المآسي مأساة صراحة تتحول. فأتمنى أي وش أنه أنت تكون أشخاص اللي يفكرون بمستقبلهم ويفكرون ينظرون لهذا اليوم اللي هو يوم العمل بالمستشفى، يوم تحقيق الحلم، يوم لبسك الصدرية البيضاء وانت official MBCSU. رسميا انت دكتور، رسميا انت طبيب، رسميا انت راح تعالج ناس، راح تكون مسؤول عن حياتهم والى اخره. ايضا صورة حلوة اخرى يقول لك life long learning، هو الدكتور راح يدرس وراح يتعلم مدى الحياة لحد هنا اختصاص، طبعا اختصاص يجوز اختصاص دقيق بروف. زين هو بعد لحد الان مقابل اللاب توب مالته ولا الحاسبه المكتبه الكتب، ويعني اطنان الكتب والملفات، وايضا اكيد يراجعها ويجدد معلوماته. واذكر لكم حادثه نهائي شفتها بعيني يوم من الايام، كنت اتمشى باروقه جامعه الكوفه واذا بي من احدى النوافذ اباوع الستيج الأول، كانت عبارة عن كراسي. كرسي الأول كان أكو رجال كلش كبير بالعمر يعني زين، فشفته طلعت قبل بعدين رجعت. شنو هاي؟ على فكرة أنا أعرف أنه هذه قاعة، قاعة المرحلة الأولى. أوكي، شفت رجال كلش كبير بالعمر، كانت الدراسة مسائية بوقتها يعني، فأصريت أنه إلا أبقى يعني موجود هذا المكان واقعد انتظر من لحد ما يكملون محاضرتهم ويطلع، واساله واقول له حجي انت رجال كبير تشيبه زين، قاعد بالستيج الاول، قاعد ويا المرحله الاولى زين. فنان صراحه فد شيء غريب ديستينجوشز ما مر علي سابقا اي. فكان يقول لي والله يا وليدي اني خريج كليه الصيدله، عندي بكالوريوس وعندي دكتوراه زين ايضا الصيدله، وعندي ايضا شهاده بكالوريوس تحليلات مرضيه، عندي بكالوريوس بكذا وكذا وكذا، قاعد يعدد لي زين. والان حاب انه يعني اجدد معلوماتي وايضا انال البكالوريوس واطلع الاول عند عمالتي
قسم الكيمياء الكيمستري زين. فلك أن تتخيل أنه هذه الكمية من الأشخاص اللي عندهم هيك طموح، هيك حلم، هيك أمل زين، وهو يعني بمراحل كلش كبيرة من عمره يعني بالقوة يمشي، تخيل زين. فكيف بيكم انتم الشباب اللي بعدكم بمقتبل العمر في بداية دراستكم زين؟ فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نتمنى لكم أنه تكونون يعني قدوة لبقية الاختصاصات وتكونون فعلا بالتوب أول المجتمع أنتم إن شاء الله. زين نكمل هنا بهذا السلايد. طبعا دا يحكي لك عن بعض الأخطاء والهفوات اللي دي يسووها بعض الأطباء للأسف، يعني اللي هي أول شيء cheating and plagiarizing اللي هي الغش والانتحال. أوكي، وهذا طبعا شيء موجود يعني بالمستشفيات مع الأسف يعني، فهذه كلها في البركاوشنز احتياطات إنه إحنا ما نسويها وما ندنالها. أوكي، وأيضا dishonesty or fraud اللي هي طبعا عدم الأمانة وأيضا انتحال. اوكي، including falsifying research اللي هي طبعا عمليات التزوير بالبحث، وهذا الشيء موجود وانا شخصيا انعرض علي انه ازور بحث لطالبة زين، لكن رفضت، وايضا وصيتها انه تمشي على المصادر اللي تتعلق بالبحث مالتها، بالتالي الهدف انه يكون البحث مالتها يكون هاند ميد، بيدها هي مسويته، هي تعبانة عليه، لانه يجي يوم من الأيام وأنا متأكد من هذا اليوم راح تندم في حال أني سويته بإيدي ودزيت لي إياه جاهز. أوكي، فراح تتذكر أنه تقول أنا شلون هيك سويت، أشعر يصير عندها طلاب ممكن أنه تدرسهم، أو مثلا طلبة عندهم بحوث أيضا ممكن أنه تحكي لهم عن البحث اللي هي سوته. فإذا هي الآن بسبب ظرف ما، بسبب انه هي ما تقدر عندها الظروف، فبالتالي ممكن انه تتندم انه هذا البحث اجاها جاهز، ممكن تتندم انه اني اللي سويت لي اياه، فبالتالي رفضت، وصيتها انه تشتغل بيدها، اعطيتها بعض المساعدات البسيطه جدا اللي هي طبعا ضمن الاطر القانونيه، يعني اشياء بسيطه كمثلا معلومات، كاشياء ك يعني مثلا نصائح شلون ترتبه، شلون تسوي بعض المعلومات اني زودتها بيها زين، لكن كبحث جاهز انا بايدي هذا ميد انا مسويه، لا لا ما سويته، فبالتالي هذه ايضا وصيتنا يعني لبقيه الطلبه. اوكي، وايضا الفاينانشال فرود، فاينانشال فرود اللي هو الاحتيال المالي، وهذا الشيء صاير عماته وبكثره. اوكي، وايضا المس ريبرزنتيشن اوف كواليفيكيشن اور ان سي في، ايضا عندي عمليات تحريف للمؤهلات نسميها مس ريبرزنتيشن، تحريف للكواليفيكيشن، المؤهلات اللي عند بعض الاشخاص، ممكن نحرف، ممكن نزود، ممكن نقلل زين، او بالسي في مال الشخص اللي هي السيره الذاتيه. تمام، وايضا انا بروفيشنال بيهيفيورز، هنا طبعا التصرف اللي هو غير احترافي او غير لائق احنا نقول، هذا ايضا لازم نتجنبه، واحد من الكاوشنز اللي هو including breaches of confidentiality اللي هو اختراق الخصوصيه، كل شخص بينا عنده خصوصيه، اشياء خطوط حمر ما يحب انه شخص اخر يجي يتجاوزها. تمام، فبالتالي احنا هنا لازم نتجنب ال unprofessional behaviors، السلوك الغير لائق اللي هو يتضمن breaching of confidentiality، تمام، هو اختراق الخصوصية زين، والتعدي على خصوصية آخرين. أوكي، وأيضا failure to respect professional boundaries، أيضا يعني الإخلال باحترام الحدود الأخلاقية وأيضا الحدود المهنية لبعض الأشخاص. أوكي، أيضا وأيضا persistent rudeness to patients, colleagues or others، يعني التعامل بطريقة احترافية وبطريقة يعني دبلوماسية مع الوقاحة المستمرة لبعض البيشنتس، المرضى يكونون وقحين بالتعامل، فبالتالي هذه أيضا ضمن ال unprofessional behaviors، ضمن السلوك الغير لائقة، فبالتالي نتعامل بطريقة دبلوماسية ونحل هذه ال persistent rudeness to patients، الوقاحة المستمرة للمرضى، وأيضا الكوليجز اللي هم الزملاء، maybe إنه زميلك وياك بنفس المهنة، أيضا لازم نتصرف ب professional behaviors or others، أيضا الآخرين. زين ال health and insight اللي هي طبعا الصحة والبصيرة، insight البصيرة، including failure to seek appropriate medical support
or to follow medical advice، اللي هي انه احنا طبعا من حاول انه نطلب المساعدة الطبية او الدعم الطبي، okay including failure to seek، حتى نطلب appropriate medical support اللي هي الدعامة الطبية او المساندة الطبية المطلوبة. تمام، يعني في بعض الحالات يعني مثلا وحدي بالطوارئ وجوني مثلا 3 بيشن، فبالتالي هنا أنا لازم اطلب دعم حتى بقدر احتوي الموقف اللي انا بيه، طبعا السيتويشن اللي انا بيه، اوكي اور تو فولو ميديكال ادفايس، او ممكن انه اتبع الميديكال ادفايس اللي هي النصائح الطبيه اللي موجوده او اللي موجوده بالجايد لاين. زين، اللي موضوع مثال مثلا عندك بالجي ان سي جايدنس، اوكي هذه صراحه نحكي عنها. لذلك you should therefore familiarize yourself both with the GNC guidance for medical students and with its core guidance good medical practice، اللي هي يعني لازم انه احنا نكون على درايه، therefore familiarize على درايه زين بالارشادات اللي منصوص عليها. مثلا عندك الجي ان سي جايدنس، جي ان سي جايدنس هي تقدر انه تبحث الان عنها جوجل سيرش، يعني تدخل للموقع وتشوف الجايدنس الارشادات اللي موجوده على هذا الابلكيشن او هذا الموقع. زين، ايضا هذه كلها طبعا فور ميديكال ستودنت، الطلاب الطب موجوده زين تقدرون تطلعون عليها، and with its core guidance good medical practice، يعني التوجيهات الاساسيه للممارسه الطبيه الجيده. زين، نكمل. Being a student is about more than learning a subject، يعني انه كونك تكون طالب مو مجرد فقط انه راح تتعلم مواضيع ساينتفك علميه وفقط. Okay. For many students, university is a time for personal experimentation and discovery. يعني الجامعة هي أيضا وقت للتجارب الشخصية personal experimentation وأيضا الديسكفري، discovery اكتشاف الأشياء المختلفة، يعني علاقات وصداقات، تطور من شخصيتك وتسقل من شخصيتك أكثر وأكثر. Okay. For younger students, it can involve a first experience of freedom from parental constraints. يعني أيضا الجامعة راح تحررك من القيود الأبوية اللي كانت مفروضة أكيد بسنوات الدراسة الإعدادية لبعض الطلبة، وأيضا يعني ممكن تكون social life، حياة اجتماعية can be hectic and demanding. هنا هكتك معناته انه راح تكون حياة مليئة بالنشاطات والعمل، يعني في حياة محمومة نوعا ما. اوكي، وايضا demanding يعني راح تكون كثير طلبات، at times coming into tension with cramped academic schedules، اكيد وتكون مليئة بالجداول وايضا الامتحانات والكوزات والى اخره، يعني فحياة راح تكون نوعا ما بيها مغامرة، نوع من الأكشن. Okay. What sorts of behavior should you concerned about it؟ يعني شنو السلوكيات اللي لازم تتجنبها واللي لازم تنتبه عليها؟ أولا in it is guidance, medical students, professional values and fitness to practice. أولا in it is guidance, medical students, professional values and fitness to practice. يعني بالجايدنس مالتنا، سلسلة الإرشادات اللي قبل شوي حكينا عنها اللي هي الجي ام سي وغيرها، أنا طالب الطب، professional values and fitness to practice معناها يجب أن تتوفر القيم المهنية وأيضا اللياقة البدنية to practice حتى تمارس الوظيفة مالتك. Now the GMC provides an indicative list of kinds of behaviors that have given rise to concern. يعني إرشادات جي ام سي قبل شوي حكينا عنها زين، هي في قائمة إرشادية لجميع أنواع السلوك اللي ممكن أنه تكون مثيرة للقلق. Okay, of behaviors that are given rise to concern. زين، هنا also these include serious or persistent breaches of the standards of professional practice laid out in good medical practice. على الرغم من أن هذه سلسلة الإرشادات اللي موجودة بـ GMC تتضمن serious or persistent breaches، يعني اختراقات جسيمة أو دائمية مستمرة زين للـ standard of professional practice اللي هي الممارسات الطبية المنصوص عليها laid out in good
medical practice، وأيضا اللي منصوص عليها بالممارسات الطبية الجيدة. They also include but are not limited to the following. يعني على سبيل المثال للحصر هنا أنا دا يقول لك إنه عندنا ال criminal convictions أو ال cautions اللي هي طبعا الإدانات الجنائية، أو ال cautions التنبيهات، وهذه تتضمن ال theft اللي هو طبعا السرقة، وأيضا ال fraud اللي قبل شوية أخذناها فوق، وأيضا ال possession of illegal substances اللي هي يعني حيازة المواد الغير شرعية، وال physical violence اللي هي الاعتداءات الجسدية، وأيضا ال abuse اللي هو أيضا الإساءة. أوكي، الدراج وأيضا الكحول abuse شرب الخمر، وهذه كلها تضمن including drunk driving، وأيضا الكحول consumption that affect clinical practice، هذه أيضا الكحول تأثر على الممارسة السريرية. aggressive اللي هو العنف والعصبية والviolence أيضا العنف، أو threatening behaviors التصرفات يعني اللي هي تكون مسيئة، وأيضا persistently inappropriate attitudes or behaviors، زين يعني معناته أنه تتضمن استمرار المواقف أو السلوك الغير ملائمة، وأيضا تتضمن lack of commitment اللي هي طبعا عدم الالتزام، و non attendance اللي هي عدم الحضور، وأيضا poor communication ضعف التواصل، and failure to follow educational advice يعني الفشل وعدم اتباع النصائح التعليمية. زين نجي هسه للدكتور ديوتيز اللي هي واجبات الدكتور. نال عندك أيضا oath of Muslim doctor، يعني هذا أكثر شيء أحبه، يعني اللي هو قسم الدكتور المسلم. أوكي، أو واجبات الدكتور المسلم اللي هو القسم طبعا. هذه طبعا الآن أنتم بداية مشواركم الدراسي، وراح يرجع ينعاد عليكم بنهاية مشواركم الدراسي. هذا السلايد كلش حبيت. أولا I swear by God the great، هنا أنا طبعا أقسم بالله العلي العظيم. بعدها to regard God in carrying out my profession اللي هي أن ينظر الله في ممارسة مهنتي، وأيضا to protect human life in all stage and under all circumstances، يعني أنا أحمي حياة الناس في جميع مراحلها، وأيضا under all circumstances يعني تحت أي ظرف. doing my utmost to rescue it from death، أيضا malady, pain and anxiety، يعني أما أن أبذل قصارى جهدي وحتى أنقذ حياة الناس. okay, rescue it from death، وأيضا malady اللي هو المرض والبين الألم الانزايتي القلق وإلى آخره. أيضا to keep people dignity cover their privacies وأيضا and lock up their secrets، يعني أن أحافظ وأن أصون privacy اللي هي يعني خصوصية المريض، وأيضا lock up their secrets اللي هي أن أخفي أسرارهم، وأيضا to be all the way an instrument of God's mercy يعني أن أكون على طول الطريق أداة لرحمة الله، زين، وأيضا extending my medical care and amid رحمتي الطبية، وأيضا عنايتي الطبية to near and far يعني القريب والبعيد، virtuous and sinner أيضا للفاضل والخاطئ، ويعني المحسن والمسيء، friend and enemy يعني العدو وأيضا الصديق، يعني الطبيب ما ينظر إلى الإنسان يعني نظرة شخصية، وإنما ينظر إلى يعني كهيومن، كإنسان. أوكي، بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى. أيضا to revere my teacher وقر المدرس، وأيضا teach my junior يعني أعلم وأدرس المبتدئين، and be brother to member of the medical profession أكيد أن أكون أخ وزميل للميديكال بروفيشن اختصاصات الطبية المهنية الأخرى، وأن ما أتكبر عليهم، هذه أيضا إحدى الواجبات. زين doctor's duties toward patient يعني واجبات الدكتور تجاه البيشنت، تجاه المريض. أولا listen carefully يعني استمع بعناية، treat fairly and show respect، وأيضا عالج بعدالة، وأيضا show respect أظهر الاحترام، especially during history taking and examination خصوصا لما تأخذ الهيستوري، هيستوري هو تاريخ المرضي،
من البيشنت، يعني تسأله مثلا عن اسمه، عن مثلا عمره، عن الأمراض اللي سابقا كان يعاني من عندها، أو مثلا يعني السبب الرئيسي اللي على أساسه إجا للمستشفى. أوكي، والإكزامينيشن اللي هو طبعا الفحص السريري، تمام، والهيستوري طبعا هذا يعني موضوع وحده راح تاخذه ان شاء الله بدايه المرحله الثالثه بعض الجامعات، او ميبي انه بالمرحله الثانيه في بعض الجامعات الاخرى. اوكي، وايضا تريثم فيرلي، يعني عالج المريض بعداله، يعني نو ديسكريميشن، بدون تمييز، بيكوز اوف ريليجن، بسبب الديانه، وايضا السكس، الجنس، وايضا الريس اللي هو العرق. اوكي، provide advice and supportive، يعني أنطي النصيحة، وأيضا أنطي الدعم الكافي، أيضا respect privacy when examining their disease، يعني احترام الخصوصية لل patient، خصوصا لما تسوي examination لجسمه. okay when examining their bodies، يعني لما نشخص جسمه. okay keeping the patient medical information strictly confidential، يعني حافظ على المعلومات الطبية اللي تخص البيشنت وتكون strictly confidential، يعني بسرية تامة. زين، أيضا provide the past of your knowledge and skill needed for the condition even if they are incurable and terminal ill or dying، يعني وفر أفضل معلومة وأفضل المهارات المتاحة، زين، للحالة اللي عندك. أوكي، حتى وإن كان هذا البيشنت يعاني من incurable disease، يعني مرض عضال لا يمكن شفائه، أو and terminal يعني نهاية المرض مالته، or dying يعني أثناء الاحتضار. أوكي، بعد refer to specialized اللي هو more expert physician as needed، يعني حاول انه تستشير طبيب اختصاص، يعني more expert يعني اكثر خبرة، زين، عند الحاجة. okay as needed، وايضا refrain from causing any harm to your patient، يعني حاول انه لا تتسبب اي أضرار لل patient. okay يعني المريض، take consent from patient before any intervention، حاول أنه تاخذ الموافقة وتاخذ رأي ال patient، take consent from patient before any intervention، يعني قبل أي تداخل أو قبل أي شغلة ممكن أنه تسويها. okay بعد عندنا ال physician duties toward the colleges، اللي هو يعني واجبات الدكتور تجاه ال colleges، اللي هو تجاه زملائه. شنو اللي لازم يسوي؟ أولاً to deal with and act toward the colleagues in good manner and in the same way he would prefer to be treated، يعني حاول أنه تعامل ويا زملائك بالطريقة اللي هم يحبوها، good manner يعني بطريقة لطيفة، ونفس الطريقة اللي هم يحبون أنه يتعاملون بها. okay in the same way، نفس الطريقة، he would prefer اللي هو يفضل to be treated اللي يحب أنه يتعامل بها، تمام. أيضا to avoid direct criticism to his colleague in front of patients، حاول أنه لا توبخ زميلك قدام البيشنت، هذه مهمة جدا، وهذه جدا يعني شائعة، وأنا شايفها بعيني هاي الحالة. أوكي، أعيدها مرة ثانية، to avoid direct criticism، لا توبخ زميلك to his colleague، لا توبخ زميلك in front of patient، قدام زميلك نهائيا. وat the same time أيضا not to indulge in defaming the honor of his colleagues، يعني حاول أنه عدم الانتقاص من زميلك أو تشويه سمعة زميلك. okay أيضا to exert every possible effort to educate the colleagues، أبدا حاول أنه تبذل أقصى جهد ممكن حتى تعامل من زميلك. أيضا respect the differences with the colleagues such as the sex, الجنس، وأيضا الكالتشر، المجتمع، وأيضا البليف اللي هي طبعا العقيدة مالته. أوكي، فبالتالي احترام الفروقات والتمييزات اللي بينك وبين زميلك، مثل السكس، الجنس، زين، وأيضا الكالتشر اللي هو المجتمع، وأيضا البليف اللي هو الاعتقادات مالته. أوكي، the physician should respect other non-physician medical profession colleagues and appreciate their roles in healthcare of patients، يعني حاول انه
الفيزيشن الطبيب should respect لازم يحترم other non-physician medical profession colleagues يعني زميلة بالاختصاصات الأخرى زميلة الغير طبيب okay وبالتالي and appreciate their roles in healthcare of patient يعني تثمين وتقدير appreciate تقدير their roles يعني الدور مالته بالرعاية الصحية للpatient وأخيرا وليس آخرا she or he must report the incidents in which a colleague could be dangerous to the authority concerned يعني هو أو هي حاول أنه أو لازم أنه تبلغ عن الشخص اللي يسيء زين أو الزميل اللي يسيء لل authority concerned يعني الجهة المسؤولة أو الجهة اللي هو ينتمي إلها زين هسه نجي لل types of doctors يعني أنواع الأطباء وأنواع ال specialties الاختصاصات ونبلش أول شيء بال cardiologist الكارديولوجيست اللي هو طبعا اختصاص القلبية أكيد الكارديولوجيست certified to treat any problem dealing with the heart disease أي مشاكل تتعلق بالheart disease مشاكل القلب وأمراض القلب وأيضا cardiovascular diseases اللي هي أمراض القلب والأوعية الدموية يعني هنا أنا فقط مجرد أنه تحفظ الاسم زين مال هذا السبيشاليتي مال هذا الاختصاص الكارديولوجيست معناته اختصاص قلب قلبية معناته هاي بس أوكي وأنت من وحدك يعني already حتعرف أنه cardiologist يعني البروبلمز اللي تتعلق بالهارت أوكي المشاكل problem dealings تتعامل ويا المشاكل اللي تتعلق بالهارت زي أمراض القلب والكارديوفاسكولار ديزيز أمراض القلب والأوعية الدموية الألرجست ألرجست هو طبيب الحساسية أكيد هذا الدكتور who helps with allergies يتعامل مع الحساسية أو يعني يساعد على شفاء patient من الحساسية any allergies أي allergy أي حساسية such as مثلا عندك الفيفر اللي هو طبعا الحمى زين والأزمة أزمة اللي هو الربو هذا طبعا will be checked out by this doctor راح يتم تشخيصه بواسطة الألرجست دكتور السيرجن اللي هي طبعا هذا كمان كل الشائع السيرجن فقط تحفظ الاسم مالته يعني know with what dealing with what okay surgeon is a doctor who specialize متخصص بالsurgical operation اللي هي العمليات الجراحية and will have their own specialties such as orthopedic اكو عندنا طبعا اختصاصات اللي هي يعني شلون اقول لك اختصاص جراحة عظام مثلا orthopedic اوكي او ENT اللي هي ear nose throat اوكي ENT هذا أيضا مهم جدا اختصاص ENT لازم تعرف اختصار اختصار مالته كفهم كشيء يعني scientific E يعني معناته ear أذن و nose يعني أنف وأيضا throat يعني حنجرة ENT أذن وأنف وحنجرة أوكي orthopedic يعني عظام أوكي جراحة عظام brain دماغ وأيضا جراحة دماغ neuro جراحة أعصاب cardiovascular وأيضا جراحة القلب والأوعية الدموية maxillofacial surgery جراحة الوجه والفكين والبلاستيك سيرجري الجراحة التجميلية والترانسبلانت سيرجري الزرع أوكي زين بعد عندنا أيضا الروماتولوجيست روماتولوجيست اللي هو روماتيزم اللي متعارف عليه هو الفيزيشن دكتور responsible مسؤول عن handling autoimmune disorder هي اضطرابات الجهاز المناعي الذاتي وأيضا allergic condition اللي هي حالات الحساسية الراديولوجيست اللي هو طبعا اختصاص الأشعة أوكي دكتور هو سبيشالايز متخصص باستخدام الاكس راي الاشعه والاذر ايميجينج تكنولوجيز اوكي يعني الصور التقنيه الاخرى زين ان اوردر تو دايجنوز فاريوس illnesses يعني اللي تتطلب دايجنوز تشخيص الامراض المختلفه او المتنوعه البولمونولوجيست اللي هو طبعا اخصائي الامراض الرئه زين هو الدكتور responsible مسؤول عن تشخيص diagnosis and treat وعلاج أيضا lung condition حالات الرئة و treating or imaging or managing critical care patient زين يعني علاج وأيضا managing إدارة الحالات المرضية
الصعبة زين اللي هي عاد تجي لي الـ ICU اللي هو طبعا Intensive Care Unit، يعني وحدة العناية المركزية زين، أو المركزة، وحدة العناية المركزة زين، with ventilator support أيضا دعامة الجهاز التنفسي والتنفس، ال urologist اللي هو طبعا المسالك البولية، هذا طبعا treat any urinary problems، أي مشاكل تتعلق بالurinary بالبول، وأيضا urinary tract infections اللي هو ال UTI زين، التهاب وعدوى الجهاز البولي، plastic surgeon اللي هو الجراحة التجميلية، طبيب اختصاص جراحة تجميلية هو الدكتور اللي ذات كان ترانسبلانت سكين، زراعة الأنسجة وزراعة الجلد والمصل العضلات، وأيضا أورتشين دي ستراكشرز أوف فيس، تغيير التركيب وأيضا الهيئة مال الفيس مال الوجه or other body part for cosmetic and reconstructive purposes زين، أيضا الجراحة التجميلية طبعا زين لأي غرض كان زين، أيضا ال بيدياتريشن، بيدياتريشن اللي هو طبعا طبيب الأطفال، هذا الدكتور هو treat children الأطفال for any illness أي مرض okay from birth to adolescent اللي هو يعني من الولادة زين لحد سن المراهقة adolescent زين، أيضا عندك الباثولوجيست اختصاص أمراض اللي هو طبعا specialized متخصص scientist who study abnormalities in living organism and study DNA tissue and blood in other various human and animal cells، دراسة ال DNA زين، وأيضا ال tissue النسيج وال blood الدم، وأيضا مشاكل يعني كل هذه أمراض ال DNA، أمراض الأنسجة، أمراض الدم، وأيضا أنواع الأخرى يعني ال animal cells الخلايا الحيوانية اللي تتعلق بالإنسان طبعا زين، أيضا they are also responsible for performing توفير الأوتوبسيز يعني أسباب الموت زين، وتشريح الجثث on dead bodies to determine حتى يكشف ال cause of death حتى يكشف سبب الموت، فبالتالي من خلال الأوتوبسيز اللي هو طبعا تشريح الجثث زين، أيضا الأورثوبيديك سيرجن اللي هو جراحة الكسور زين، orthopedic surgeon هذا need to consulted if you suffer from arthritis، arthritis اللي هو طبعا التهاب المفاصل، وأيضا osteoporosis هشاشة العظام وال other bone related illnesses or broken bones كسر العظام، وأيضا أمراض متعلقة بالعظام، هذه فقط يعني حتى تعرف الاسم مالته وهو مسؤول عن شنو فقط بمنتهى البساطة orthopedic surgeon زين، ophthalmologist اللي هو طبعا طبيب طب العيون زين، ophthalmologist اللي هو أعلى اختصاص حاليا عندنا بالعراق، is a doctor who treat eyes and various eye defect أي مشاكل تتعلق بالعين زين، مثالها طبعا اللي هو blindness اللي هو طبعا العمى، وأيضا perform different eye surgery جراحة العين، هذه كلها يقوم بها الophthalmologist، الأونكولوجيست اللي هو طبيب الأورام، نال عندك هذا البيشنت طبعا ده كانسر زين، نال هير لوس من صفاته، هنا هاي صورة كوش لطيفة لاحظ إن أنا طبيب طبعا هذا، أيضا هو طبعا بسبب الأيجينج العمر تقدم العمر، هنا أيضا فاقد شعر هير لوس زين، فده يواسي ده يراوي إنه نقول أنا يعني ما تأصله أنت ما تأصله، فنفس الشيء إحنا ماكو فرق، فهنا هذه نوع من أنواع الإثكس الأخلاق يعني التعامل ويا البيشنت أوكي. Oncologist طبيب الأورام specialized طبعا بالphysician هو diagnose راح يشخص وأيضا treat يعالج الكانسر patient زين، يستخدم أيضا الدراجز الأدوية الكيموثيرابي وعلاج الكيمياء، وهذا النوع مستخدم علاج كيمياء تالي الهير لوس أنا أيضا radiation إشعاع where and where needed surgical intervention، أيضا في بعض الأحيان نحتاج surgical intervention التداخل جراحي، الأوبستريشن أوبستريشنز اللي هي طبيبة نسائية طبعا، هذه حتكون سبيشالايز بالجاينيكولوجيكال اللي هي طبعا الأمراض اللي تتعلق بما بالنساء تمام، طبعا هو فيلد أو ستادي and handles various aspects of the female reproductive system، يهتم بدراسة الأمراض اللي تتعلق بالجهاز التناسلي الأنثوي زين female reproductive system، مثلا عندك child birth الولادة
النيورولوجيست طبيب الأعصاب طبعا، نيورولوجيست هذا طبعا دكتور studies various brain disorder مشاكل اضطرابات الدماغ such as Parkinson disease اللي هو طبعا ارتجاف اليد زين، هذه Parkinson disease، وأيضا الزهايمر disease اللي هو طبعا مرض الزهايمر اللي هو مرض كم منشأ يسبب لنا الفورنيتين اللي هو النسيان طبعا. النفرولوجيست اللي هو طبيب الكلى زين، هنا طبعا سبيشالايز دكتور ذات ريت يعالج الكيدني ديزيز انضراض الكيدني والرينال بروبلم ايضا مشاكل اضطرابات، وايضا تريتمنت such as dialysis اللي هو غسيل الكلى، هذا ايضا واحد من البنفيت اللي يقدمها النفرولوجيست من طبيب الاعصاب زين. بعدها عندنا النيونيتولوجيست، النيونيتولوجيست هو طبيب الاطفال حديثين ولاده طبعا دكتور for newborn babies well prematures يعني أطفال حديثين ولادة premature أطفال اللي هم غير ناضجين يعني اللي يعني عندهم فد يعني تأخر بالنمو أو هيك شيء or critically ill babies أيضا المشاكل الخلقية زين الأمراض الخلقية اللي maybe إنه يصاب فيها الأطفال. المايكروبيولوجيست اللي هو طبعا الطبيب اختصاص الأحياء المنشرية وهذا طبعا شغله انه دكتور هو ستاديز ذا كوزز يعني الاسباب والدايجنوسيس اللي هو التشخيص وتريتمنت العلاج للانفكشن ديزيز امراض اللي تسبب العدوى اوكي وير مايكروبز ار انفولد. وين ما تشوف مايكروبز تشوف يعني دا يشارك تشوف انه موجود اوكي. الميديكال جينيتيست اللي هو الجينيتكس الوراثه طبعا الوراثة الطبية، هذه دكتور هو responsible for testing وأيضا identifying اللي هو معرفة وأيضا اختبار وعلاج ال patient اللي هو with genetic disorder أو genetic disease اللي ال patient اللي عنده أمراض وراثية زين واضطرابات وراثية. فهنا وظيفة هذا الميديكال جينيتست أوكي إنه راح يسوي ال testing اختبارات وأيضا يتعرف ويعالج هذا ال patient اللي عنده genetic disorder or disease. immunologist طبيب المناعة طبعا مسؤول responsible for studying دراسة everything about the immune system أي شيء يتعلق بالجهاز المناعي و treat علاج الأمراض اللي هي related to it العلاقة بالإيميون. hepatologist أكيد طبيب الكبد زي أطباء الكبد دكتور هو responsible for diagnosing and treating the disease for liver أي شيء يتعلق بالليفر زين. الهيماتولوجيست أكيد أطباء الدم studies blood and it is diseases دراسة الدم وأيضا أمراضه. الجنرال سايكاسترست اللي هو طبعا الأطباء النفسيين جنرال سايكاسترست هذا دكتور هو سبيشالايز متخصص بالمنتال إلنس يعني الأمراض الدماغية أو الأمراض العقلية and will study راح يدرس ويشخص counsel and treat person with mental illness الأشخاص اللي يعانون من مشاكل أو أمراض عقلية مثلا عندك الشيزوفرينيا يعني انفصام الشخصية وأيضا الدبريشن الكآبة والبايبولر ديمنشيا وأيضا البايبولر ديمنشيا والزهايمر ديزيز والإنزايتي القلق والنسيان وإلى آخره زين. الجاينيكولوجيست اللي هو طبعا طبيبة النسائية أيضا هذه treat any problem with the female reproductive system قبل شوي أخذناها أيضا. الجاسترونترولوجيست اللي dealing with the GIT gastric intestinal tract اللي هو المسار المعدي المعوي أوكي أي شيء يتعلق بالأمعاء بالمعدة راح تلاقي هذا الاختصاص بشالتي اللي هو الجاسترو انترولوجيست اوكي هذا دكتور فور illness illnesses الامراض اللي هي related بالدايجستيف سيستم including the common problem of gastritis and acid reflux اوكي اللي هو ارتجاع الحموضه. تعرفون انه الاستومك تفرز الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl اللي هو مسؤول عن حموضه المعده هذا وظيفته انه بريك داون يكسر ويفتت زين الفود دايجستيف الاكل المهضوم بالتالي يكسره. فاحيانا يصير ريفلكس يعني يرتجع هنا عندك شو هاي الاستومه يرتجع الحامض ويصعد عن طريق ايش عن طريق الايسوفيجاس ويصعد لفوق. فهذه ايضا الجاسترايتس التهاب ونسمع بالنهايه تي اي اس او اي تي اي اس هذه معناتها التهاب
الجاستريك اللي هو المعدة، وأيضا الأسيد ريفلكس ارتجاحه وإلى آخره، أي مشاكل تتعلق به. الـ ENT سبيشاليتي أكيد هو طبيب أو اختصاص أذن وأنف وحنجرة. أذن اللي هي ear، nose معناتها أنف، و throat معناتها حنجرة. اختصاص أذن أنف حنجرة ENT specialties. دكتور who treat problems، مشاكل تتعلق بالـ ears والـ nose والـ throat. أوكي، ENT surgeon أنا will be specialist. أوكي، راح يكون مختص well before performing surgeries on these parts of the anatomy، اللي هو جراحة الأذن الأنف والحنجرة. زين، الشكل هذا. بعدها عندنا الإبيديميولوجيست اللي هم أطباء الأوبئة. إبيديميولوجيست هذا دكتور هو سبيشالايز متخصص بالإبيديميك إلنس، يعني أمراض الأوبئة which are highly viral، اللي هي راح تكون شديدة الضراوة واللي راح تكون فيروسية للغاية. زين، they are more of scientists who identify new disease، يعني هو أكثر علم. زين، راح نكتشف بيه أمراض جديدة باعتبار أنه ما شاء الله الأوبئة منتشرة بكل مكان. بالتالي الفيروسات أكيد أغلبها يصير عليها ميوتيشنز، طفرات وراثية. أيضا فيروس ميوتيشنز يعني طفرات فيروسية. مثلا عندنا كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا، إن شاء الله صارت عليها طفرات من ألفا إلى بيتا إلى دلتا، كل فترة يصير عليها موديفيكيشن على الدي إن إيه، على المادة الوراثية مالته، تصير بيها ميوتيشن طفرة يتحول. أوكي، تغير كل الخصائص مالته. أيضا develop cures and modes of prevention، أيضا تطور modes of prevention يعني تطور طرق المنع للمرض with the vaccinations it's on. أوكي، الإندوكرينولوجيست اللي هو طبعا طبيب الغدد الصماء إندوكرينولوجيست. هنا عندك adults with thyroid problems، مشاكل الثايرويد اللي هي الغدة الدرقية. And hormones problems، أيضا اضطرابات الهرمونز إذا كانت بها increase or decrease، زيادة أو نقصان. أو any problems with the endocrine system، أي مشكلة تتعلق بالإندوكرين. Emergency doctors اللي هو طبيب الطوارئ طبعا، هذا هاندل يتعامل ويا التروما، الصدمات، emergency condition، حالات طوارئ، emergency room تلاقيه موجود بغرفة الطوارئ و available متاح كل الوقت. يعني هذا مشكلة، يعني emergency doctor شوية شغل كلش لود، يلودون عليه كلش هواية طوارئ. زين، فال emergencies treat many vary from poisoning، يعني العديد من مشاكل الكسور وغيرها. بعدها عندنا أيضا الديرماتولوجيست اللي هو اختصاص الجلدية. زين، دكتور that treat any element related to the skin and appendages such as hair, nails, etc. okay، فالدكتور اللي راح يعالج أي شيء يتعلق بالسكن، any element related to the skin، أي مشكلة تتعلق بالجلد والملحقات اللي بالجلد، اللي هي طبعا النيلز اللي هي أظافر، والهيرز اللي هو الشعر. اوكي، بعدها عندنا الفيترينيريان. فيترينيريان طبعا اللي هو طب البيطرة أو الطبيب البيطري. أوكي، واللي هو responsible for treatment، علاج ال sick animals يعني الحيوانات المريضة. الدانتست كل حين نعرفها، أطباء الأسنان إن شاء الله. أيضا handles any dental problems، يحلون مشاكل الأسنان from tooth decay، مثلا عندك الدنترز اللي هي طقم الأسنان وغيرها، أيضا اللي هي retainers وغيرها. زين، also treat any gum disease، أيضا أمراض اللثة، والأورال ديفكت، أيضا مشاكل واضطرابات الفم. النيوروفيزيولوجيست، النيوروفيزيولوجيست اللي هو فيسيولوجيا الأعصاب طبعا، نيوروفيزيولوجي كلينيكال نيوروفيزيولوجيست. دكتور دايجنوس راح يشخص المشاكل اللي هي ديلينج تتعامل ويا السنترال والبيرفرال اوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي، اللي هو الأوتونوميك نيرفس سيستم، اللي هو يا إما سنترال يعني برين وسباينال كورد، أو يا إما بيرفورال اللي هو السباينال نيرف، وأيضا ال 12 كرينيال نيرف، كل المشاكل يتعلق بيه أكيد. With aid of the electrophysiological test، أكيد اختبارات electrophysiological. أوكي،
الانستيسيولوجيست. الانستيسيولوجيست اللي هو أطباء التخدير، وهذا طبعا الدكتور that help you to sleep through the painful operation، خلال العمليات الجراحية المؤلمة جدا راح تساعدك أنه تنام باسترخاء. وان ميديكال دايجنوس، وأيضا التشخيص الطبي، were responsible for administering إعطاء الأنستيزيا اللي هو التخدير and present during the surgeries، موجود خلال العمليات حتى يساعد to help complication arising، حتى يرفع عنا المشاكل وأيضا المعضلات from the anesthesia medication، والأدوية المخدرة. زين، الأوديولوجيست اللي هو أطباء السمع، الأوديولوجيست دكتور who handles problems with the hearing، يعني يحل مشاكل hearing السمع، وأيضا ال hearing impaired اللي هي ضعف السمع أيضا اللي موجود بال children learn to communicate. أوكي، لهنا طبعا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. I wish you all benefit. Always I say if you have any question you can ask me, don't hesitate. أشوفكم يا رب بألف خير، وفي أمان الله. الدكتور عبد الخالق عقيل.